الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 75 من مجالس شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد شرعنا في الكلام على الغلو في الدين، وأن النصارى وقع منهم كما ذكر رحمه الله غلو في الاعتقادات والأعمال، وذكرنا من شابه النصارى من هذه الأمة في من وقع في الغلو في الاعتقادات، سواء أكانوا من الصوفية أو الروافض الذين شابهوا النصارى في اعتقاداتهم في عيسى ابن مريم. وأما الغلو في الأعمال فكذلك الحال، هناك من هذه الأمة من شابه النصارى أيضا في العبادات، وذكرنا قبل عدة دروس مكررا أن النصارى هم من أكثر الناس ابتداعا في العبادات، في تعليقنا على قوله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وأيضا في هذه الأمة من شابههم في غلوهم في العبادات، سواء من الصوفية أو غيرهم. وعامة من يقع في الغلو في العبادات فيبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه، أن يعتمد على نصوص عامة، كمثل قوله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فيبتدع عبادات في الذكر أو الدعاء ما كان عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وهناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، أن ظواهر النصوص العامة الأخذ بها من غير عود إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو من أسس أهل البدع، لأنك لم تعلم لبدعة تراها، لم تعدم لها نصا عاما، ولكن العبرة في ذلك أن يرجع إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عمل الصحابة على مثل تلك العبادات. ولا أدل على ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون قوم
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وهذا له قصة، أن أبا موسى الأشعري خرج يطلب عبد الله بن مسعود، وكان طلاب العلم دائما ينتظرونه، أي عبد الله بن مسعود، عند بيته ليخرج لهم. فقال لهم، وراوي الحديث عمرو بن سلمة: هل خرج أبو عبد الرحمن؟ قال: لا، ونحن ننتظره. لما خرج قال له أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، رأيت آنفا في المسجد أمرا منكرا، وما رأيت والحمد لله إلا خيرا. قال: ما رأيت؟ قال: رأيت حلقا، في وسط كل حلقة رجلا ومعهم حصى يقول: اذكروا الله 100، هللوا الله 100 فيعدون بالحصى، سبحوا الله 100 فيعدون. فقال له عبد الله بن مسعود: هل انكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار امرك لمعرفته بمنزلته في العلم رضي الله عنهما. فلما جاء ابن مسعود الى المسجد وجدهم كما قال ابو موسى، فقال لهم: ماذا تصنعون؟ قالوا: نعد حسناتنا. قال: ما اسرع هلكتكم، هؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلغ وآنيته لم تكسر، إما أن تكونوا أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو تكونوا مفتتحي باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا خيرا. قال: وكم من مريد للخير لا يدركه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقرأ أقوام القرآن، أو سيكون من أمتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال: وعيم الله، إني لأظن أن عامة أولئك منكم، أو أكثر أولئك منكم. فقال عمرو بن سلمة: ولقد رأيت عامة أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. إذن يستفاد من هذا أن العبادات لا بد أن تكون متلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في عددها أو في زمانها أو في مكانها أو في كيفيتها. مع أنه أو مع أن هذا لا ينافي أن يرتب الإنسان أوقاته بحيث يجعل لكل وقت ما يناسبه من العبادة. ولا أقصد طبعا العبادات المؤقتة كأذكار الصباح والمساء، بل العبادات المفتوحة. والفطن هو الذي يعلم ما يناسب تلك الأوقات التي يمر بها ما يناسبها من عبادات سواء قولية أو عملية. وكل هذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فإن لهذا الدعاء معاني كثيرة، منها أن تجعل لكل وقت من أوقاتك ما يناسبه من العبادة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال: وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار. هذه قاعدة معروفة، أن
سبب هذا الله العام هو قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، سببه رمي الجمار، لأن كثيرا من الناس ربما يغلون في هذه الجمار أي الحجارة الحصى فيستكبرونها ظنا منهم أن هذا هو المطلوب، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال وذلك يقتضي أن مجانبة هديه مطلقا أبعد على الوقوع عن الوقوع فيما به هلكوا، وهذا أيضا قد سبق لنا أن المطلوب المخالفة المطلقة، لا شيئا تخالفهم في بعض الأمور فقط، بل لا بد أن تكون مخالفا لهم في جميع شؤونهم، سواء ظهرت العلة في الأمر الذي نخالفهم فيه، المفسدة كانت ظاهرة كما سوف يأتينا في بناء المساجد على القبور، أو كانت غير ظاهرة فتكون العلة هي مجرد المخالفة وعدم المشابهة. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلنا في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء، وأمر أن يسوى بين الناس في ذلك، وإن كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت لما كلم أسامة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره. نعم، هذه مسألة مهمة من الأمور التي حرف فيها أهل الكتاب من قبلنا، وتحريفهم كان على أنواع متعددة، منها أنهم كانوا يتركون العمل ببعض الأحكام الشرعية، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولهديناهم صراط، ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل لأقلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فمن أنواع التحريف الذي كان عند أهل الكتاب أنهم كانوا يتركون العمل بما أنزل الله عليهم وفرض عليهم، من هذه الأمور التي يتركون العمل بها هو العدل في الأحكام، فكانوا عندهم ظلم، وهذا الظلم هو الذي سبب هلاكهم، فكانوا كما جاء في هذا الحديث إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها رضي الله عنها، ولكن هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعدل المطلق في هذا الدين الذي يكون فيه الناس سواسية، لا فرق لكبير على صغير ولا صاحب جهل أو غير ذلك. هذا طبعا
في مسائل الحدود، وإن كان أصحاب الجاه قد يعاملون معاملة خاصة إذا وقع منهم زلات دون الحدود، كما قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ذوي الهيئات الصحيح في تفسير هذا الحديث أنهم أصحاب الجاه والمكانة في المجتمع، الذين لهم مكانة ويقتدي الناس بهم، فهؤلاء إذا وقع منهم زلة الأصل أن تقال هذه الزلة ولا يفضحون. وأما في الحدود فالناس جميعا سواء، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أنصع الأمثلة في بيان هذا الأمر، ويقيم العدل كما في هذا الحديث على الجميع. وكذلك الصحابة من بعده كان العدل هو الهم الأول لهم، وبذلك سادوا. وفي أحرج الحالات وأشدها على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون في قمة الرحمة تجاه ثلاثة كلبه، أعني بنته، تأخذه تلك الرحمة. وأنتم تعلمون الرحمة التي تكون عند الوالد نحو بناته كيف يربيها بدلال حتى منتهى عمره. أقصد في ذلك قصة زينب رضي الله عنها لما بعثت تفتدي زوجها أبا العاص بن الربيع، قد كان قد أسر في غزوة بدر، فبعثت بفداء زوجها. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثته رأى قنادة كانت قد أهدتها خديجة لزينب، فرق لها رقة شديدة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استخدم سلطانه بحيث قال: ردوا عليها أسيرها. مع هذه الرقة الشديدة خاطب الصحابة بالعرض، يقول: إن شئتم أن تردوا لها أسيرها، لأن الحق في هذا المال للمسلمين بعامة، وإن كان له صلى الله عليه وسلم في ذلك النصيب الأكبر، ومع ذلك قال: إن شئتم أن تردوا عليها أسيرها. طبعا الصحابة لا يمكن أن، وهم قد تربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ينزلوا عند هذا العرض. وكذلك في حجة الوداع لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا، قال: وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس. وهذا كان أيضا حال الصحابة، كما ذكرت لكم سابقا أن عمر رضي الله عنه كان إذا نهى عن شيء أو عن أمر جمع بنيه، فقال لهم: إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإذا انتهيتم انتهوا، وإذا أقدمتم أقدموا، فوالله لا أوتين بأحد منكم فعل ما نهيت عنه إلا ضاعفت عليه العقوبة لمكانته مني. وبذلك سادوا وارتفعوا. وأما إذا انتشر الظلم فإن هذا يؤذن بزوال الدولة مهما كانت، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله
قال: وجزاء الظلم متفق عليه عند الناس، وعاقبته الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة، والله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة أو مؤمنة. وهذا شيء طبيعي، لأن الدولة التي ينتشر فيها الظلم يكثر أعداؤها، سواء من خارجها أو من داخلها. وأيضا ثبت أن بالحديث الصحيح أن دعاء المظلوم مستجاب حتى لو كان كافرا، فكثرة المظلومين في هذه الدولة وإن كانت مؤمنة يرفعون دعاءهم على ظالميهم من أسباب انهزامها. ومعروم لديكم أن الظالم عاقبته الذل، هذا في الحالات الفردية، وكذلك الحال أيضا في حال الأمة إذا انتشر فيها الظلم. لما رجع بعض الصحابة من الهجرة من الحبشة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نبئوني بأعجب شيء، أو خبروني بأعجب شيء رأيتموه. فقال جابر في حديث وجعفر في حديث آخر رضي الله عنهما: رأينا عجوزا تحمل على رأسها قلة، فجاء شاب ووضع يده في ظهرها ودفعها فوقعت القلة فانكسرت، فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله كرسيه وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل سوف تعلم مكاني وما كانك يومئذ عند الله. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها، لا يمكن أن يقوم لها قائمة، أن تطهر وتزكو. على هذا تعلمون بعض الأسباب كثيرة، وقد ذكرنا كثيرا منها، من الأسباب التي أوصلت هذه الأمة إلى ما نحن فيه، بحيث تجد أوضع الناس الذي أنزه هذا المسجد عن وصفه، ومع ذلك يضع قدمه على رؤوس الجميع، وكلمته لا تكون اثنتين. صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. قال رحمه الله: وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم:
اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: إيتوا محمدا فإن أمركم اقرأ الآية كاملة. مش موجود عندك؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. نعم. يقول: إيتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. في الكفار كلها. نعم، هذا نوع آخر من التحريف، وهو الكتمان. الشيخ الشرقيطي رحمه الله ذكر في أضواء البيان عند قوله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قال في سورة المائدة: وهنا في هذه الآية لم يبين هذا الكثير الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكتمه أهل الكتاب، وبيّنه في مواضع أخرى كما في قوله، وذكر هذه الآية أنهم كانوا يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فاليهود كانوا يكتمون الحق الذي هو موجود عندهم في التوراة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن حكم الزاني ماذا يفعل به، وبنيتهم أنه إذا حكم بما هو عندهم ما هو محرف قالوا: فخذوه. إيتوتم هذا فخذوه، إذا حكم بما هو عندكم فخذوه. قالوا: ويكون هذا حجة بينكم وبين الله أن حكم به نبي، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بحكمهم. وإذا حكم بالحق فاحذروا أن تأخذوا بحكمه. فجاءوا وتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم الله سبحانه وتعالى وهو الرجم، والرجم ثابت في ديننا كما ذكر أهل العلم، ذكر الشنقيطي رحمه الله أنه ثابت بنص آية نسخت لفظا وبقيت حكمة، وبنص آية أو بالإشارة بآية أخرى، وزاد غير الشنقيطي آية ثالثة وهو ابن الجوزي. وأما الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها فهي ما رواه البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا في الناس فقال: إن الله بعث لنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل معه الكتاب، وكان مما أنزل آية الرجم فقرأناها وعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال زمان على الناس أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيترك العمل به فيضل عن فريضة أنزل الله سبحانه وتعالى. ألا وإن الرجم ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية
فيها أن الزاني المحصن كما قال رضي الله عنه، والزاني المحصن سواء كان رجلا أو امرأة إذا ثبتت إذا قامت البينة أو ظهر الحبل أو الاعتراف فحده الرجم. إذن فالرجم ثابت عندنا، وهو ثابت من قبلنا عند اليهود، وهو إلى هذه الساعة موجود في كتب اليهود، بل الموجود عندهم أن الرجم ليس فقط على الزاني المحصن بل حتى على البكر كما ذكرنا لكم في قبل درسين. وأما الآية التي فيها إشارة وهي قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذه الآية القول بأنها نزلت في هذين الرجلين اللذين الله عز وجل ذكر في اليهود: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب ليحكم بينهم إلى كتاب الله ليحكم بينهم. وما الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرجم. فتولى أولئك وهم معرضون، فيها إشارة أيضا إلى الرجم. وأما الآية الثالثة فهي قوله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله يصيبهم بعد ظنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذه ذكرى ابن الجوزي أيضا أنها أيضا نزلت في الزنا. ولا بأس أن تتعدد الآيات في سبب نزول واحد. إذن فالذي نستفيده أن هذا الرجم موجود وهم الذي حرفوه، وهو ثابت بكتاب الله عز وجل، ولا يشكل على هذا قول علي رضي الله عنه كما في البخاري أنه في خلافته لما رجم شراحة بنت مالك الهمدانية قال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن معنى قوله رضي الله عنه رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن السنة بيّنت أن حكم الرجم باق ليس منسوخ، الذي نسخ فقط اللفظ أما الحكم فهو باق. هذا معنى قول علي رضي الله عنه. وكذلك الأصل أن يكون هذا باق في دين النصارى. لما؟ لأنه قد ثبت في عند النصارى في إنجيل متى أنهم قالوا عن عيسى قال: لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، إنما جئت لأتمم. فحينما يقول لا تظن أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء فهذا يعني أنه مثبت لحكم من سبقه. طبعا أنا أسألكم سؤالا قبل أن يغيب عن ذهني، هل هو مثبت لحكم الرجم عند المسلمين بنص عند هؤلاء يقولون إن الرجم ثابت بهذا النص ثابت عند المسلمين أن يقول ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء، هل هذا الحكم عندهم؟ لا. أتعلمون لما؟ لأنهم لا يعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا يجب تعلموا الموقف الرسمي في الكنيسة، هذا اللي جاء البابا وأقام قداسه الوثني لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم،
ويا ليت لو أن هذا العالم الذي سبقه أي استقبله لو سأل هذا السؤال ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يعترفون به النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك تعلمون أيضا التناقض الذي عندهم في الإنجيل. عندهم أن جماعة من الكتاب الفريسيين جاءوا بامرأة قد زنت يريدون من المسيح أن يقيم عليها حد الرجم، فقالوا له إن الرجم ثابت في شريعة موسى. يقولون فجعل رأسه في الأرض وصار يبكث في عود في يده 3 مرات، ثم قال لهم من لم يكن منكم بخطيئة فليرميها بحجر. قال فتولى أولئك. قصة متناقضة لا يمكن أن تكون من عيسى عليه السلام. لما؟ والأول يقول ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، فهنا نقض أو لما نقض. ثم هؤلاء يقول لهم من لم يكن منكم بخطيئة، إن كان المقصود بخطيئة الزنا ثم هم تولوا يعني أنهم شهدوا على أنفسهم أنهم كلهم زنا كذلك، وإذا كان أقل من ذلك ما من بشر إلا ويخطئ، والذي يقيم الحد بأمر الحاكم ليس من ضرورة أنه لا يكون عنده خطأ. فما هذا هو الحكم الذي ينطق به نبي من لم يكن منكم بخطيئة فليرمي هذه الحجر؟ ثم بعد ذلك بعد أن تولوا ماذا قال لها؟ أنت هنا؟ قالت انتظر. قال لا تعودي لهذا، هذه العقوبة لهذه الزانية، لا تعودي لهذا. يعني ابنك إذا تأخر عنده عن البيت 5 دقائق قل لي ابني لا تعود لهذا، هذه الزانية، هذه الجريمة العظيمة التي في اختلاط الأنساب، يقول لا تعودي لهذا. هذا يمكن أن يحكم به نبي؟ من ذلك تعلمون أن أولئك الذين يحاولون إرضاء الغرب بوصفهم لهذه الأحكام بالوحشية، وبعضهم يتلطف يقول قسوة، يقال لهذا حتى لو نزلت أو تنزلت عن الرجم هم لا يرضون بالجلد. يقول ليس عليها شيء أبدا. ثم أي وحشية هذه؟ أو حقوق الإنسان مع هذا الجريمة؟ أما أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن عذاب المجرمين في جهنم بأشد من هذا، تقطع أمعاء يسقى ماء حميم فقطع أمعاءهم إلى غير ذلك من أصناف العذاب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فهل يقال أن هذا وحشية من الله سبحانه وتعالى؟ والذي يعذب في الآخرة ما الذي يمنعه أن يعذب في الدنيا؟ لكن لابد أن تعلموا أنهم يخطبون ود قوم لا يعفون بهم ولا ينظرون إليهم ولن يرضوا عنهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. حتى هذه الآية حاولوا إخراجها عن معناها، فقاله أي دعاة الضلالة هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أويلك ماذا تقول؟ قد افرض أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، جماعة يقول لك لا نرضى عن نبيك، ترضى عنه؟ لا حقل ولا دين حقيقة. بقيت مسألة، قد يقول قائل لماذا لم يذكر أو تذكر هذه الآية صريحة في القرآن؟ بعض أهل العلم ذكر أن الحكمة في ذلك بيان فضل هذه الأمة، أن من قبلنا من اليهود والنصارى موجود الحكم عندهم نصا صريحا ومع ذلك خلفوه، وعندنا نسخ لفظ الحكم وبقي معمولا به عند عامة هذه الأمة لبيان
فضل هذه الأمة من اتباعها ورضوخها لأحكام الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. من أعظم ما يمكن أن يتقرب به العبد عند الله سبحانه وتعالى هو نشر الدين وأحياء السنن، وهذه أول من يقوم بها أهل العلم الذين يحيون ما اندرس من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما فاضل بعض أهل العلم بين المجاهد، وأقصد المجاهد الجهاد النفل التطوع وليس الجهاد الفرض، بينه وبين طالب العلم، ذكروا أفضلية طلب العلم من أوجه عديدة على المجاهد جهاد النفل، ذلك أن إحياء السنن ينشر الدين في عامة البلاد، وأما الجهاد فيكون في بقعة معينة، إلى غير ذلك من الأمور التي فيها مثل هذه الأفضلية. وما أحسن قول الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون عليهم من الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرونهم من العمى، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين تكلموا بالمتشابه من الكلام فأوقعوا الشبهة في عوام الناس. مثل هؤلاء الذين تراهم الناس يتكلمون بالشبه في عوام الناس، إلى أن قال: نعوذ بالله من مضلات الفتن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بيان هذا الحق ونشره ودفع الشبهات عن دين الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم إن هذا لا ينافي أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ينافي لزوم طاعة أولي الأمر. والقاعدة التي أعيدها عليكم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتاب الاستقامة، أن بعض الناس ظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا بفتنة، فإما يأمر بهما معا وإما يتركهما معا. قال: والصحيح الذي دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهما معا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما صاحبك. وكما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومكرهنا ومنشطنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول في الحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. يجمع بينهما، لكن ذكر أيضا في ثنايا قوله رحمه الله: يؤمر بالحكمة مع مناسبة ظهور السنة والشريعة، يعني يكون الأمر مناسبا لظهور السنة والشريعة، فلا يترك الأمر ولا تنزع اليد من الطاعة.
هذا الذي عليه أئمة أهل العلم من أهل السنة، وهو الذي كان ضربت لكم هذا المثال سابقا طبقه الإمام أحمد رضي الله عنه، فكان يدعو لولي الأمر وينهى من أراد الخروج عليه، ومع ذلك يقول ويصدع بالحق أن القرآن غير مخلوق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من ضلات الفتن وأن يحسن لنا الخاتمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.